أربك عبد الحق العسال لاعب شباب المحمدية حسابات عيد الناصري رئيس النادي الأحمر قبل ساعات قليلة من إغلاق الميركاتو الصيفي الذي أسدل الستار عليه منتصف ليلة الجمعة صبيحة السبت. وكشفت مصادر مطلعة أن فريق الوداد الرياضي توصل لاتفاق نهائي مع شباب المحمدية يقضي بانتقال اللاعب المذكور للفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن وافق اللاعب المذكور على كل تفاصيل العقد الذي سيربطه بناديه الجديد. ذات المصادر شددت على أن سعيد الناصري تفاجأ لاختفاء العسال الذي أغلق هاتفه وتوارى عن الأنظار ما حال دون توقيع عقد انتقاله للفريق الأحمر لحدود الساعة 8 ليلا. يذكر أن فريق الوداد الرياضي تعاقد في وقت سابق مع 5 لاعبين من شباب المحمدية، يتعلق الأمر بكل من الحارس مطيع وكذلك سيف الدين بهرة وآسين زولا وإسماعيل مترجي ثم همام باعوش.